السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم، مرحبا بكم في الكانتي ديال رينيوكات الخوت 18 عود غدا 18 باردون دوزيام بروف بلا كلاس 3 هانديكاب دو فيزي ريفيرونس 31 19 ألف أورو 1818 عود كوردا غوش غدا غازون كومبين هو في الغازون، ما فيش البيسا في الفيبر. نافيام كورس بريدو بيرفال. واحد الاخ كان سولني على الليستيد، وكان خويو ديال الليستيد فين ما تشوف شي عاوجه، كان جاري في ديجا جاري في الليستيد وغادي كانتي بازي بيه اليوم السيس كان جاي من الليستيد، كان جاري في الليستيد وقال لي ما معنى كلمه ليستيد اخويا الكاتيجوري تمشي ليستيد، يعني الخيول اللي كتكون اصلا خارجه لي غران بري، يعني خارجه الغالوب يعني الجروب 3 الجروب 2 حتى الجروب 1، ولكن الخيول ما كيربحوش في هذا الغالوب في الجروب في لي غران بري، يعني في 80000 اورو في 200000 اورو في 300 في 600 ما تيربحوش، تيجريو في الليستيد مع من كيجريو في الليستيد تيجيو خاسرين، تيجريو في الليستيد مع لي شوفو رابحين الكانتي، يعني دوبل لاميز، يعني كيربح الكانتي وكيتبيناليزا وكيعاود يربح الكانتي، يعني كيضرب الكانتيات على جوج خطرات، تيضرب الكانتي على جوج خطرات كيمشي للليستيد. مثلا بحال داك العود ديال دو غودمان ديال العود ديال سميتو ديال ستيفان واطيل، جا ضرب غانيو في سان كلود وعاود غانيو في لونشو ويمشي لليستيد، وكان مشى توكار وقليل في كيجيو هاد الخيول هادو، في قليل في كيجيو في الليستيد، وكان دار دوزيام في الليستيد في 7 ديال الخيول كان دار دوزيام. المهم كاين الليستيد وكاين الميدان وكاين لا كونديسيون وكاين الهانديكاب، هادشي هادي هي الفكره ديال الليستيد. لي شوفو الليستيد صعاب بزاف، بحال اليوم السيس كان ديجا يجري في الليستيد وكان رابح الليستيد ديالو، وكان اليوم كان يربح. اليوم انا كنت متاكد ان داك السيس كان خصو يربح، واخا خرج روطار في الديبار وفينا عليا مدار كاتريام كان يربح هذاك العود. المهم معليناش الخوت، نمشيو للكانتي ديال اليوم الغد 18 عود كما كتشوفوا 17 اونز لي فافوري ديال البرونوستيك دو جيني 17 اونز عرض ديال 14 50 شونس 14 و 10 و 9 و 5 و 7 الاوتسايدر ديالها 6 4 15 18 2 1 13 12 وفي التيليسي الويت والطروة انا ملي شت الطروة في التيليسي تفاجأت الاخوان، تفاجأت ان الجينيكورس حطت الطروة في التيليسي، وخا هو علاش حطاتو انه جاي خاسر الطروة، نافيه من بلاصي سيزيام، نافيه من خيول ديال كوباياشي، ركب عليه غريغوري بينوا كوين هوب. نقول لكم الخوت واحد القضيه، الطروة فايت جاري مع 14 في التيران، الطروة ضرب غانيو 14 دار نو بلاصي، يعني المرتبه اللي دخل فيها هي 11، جا 11 14 جا 11 مع 11 عود، ولكن 14 رشحوه على ود اخر كورسه مع 17 جري مع 17 دوزيام وال14 تروازيام والناف كاتريام. المهم اخوتي في اخر الفيديو غنخلي لكم الكورسه ديال التروا وديال 14 في التيران، عقلوا على هاد الاسماء، امريكان ليلي وكوين هوب لكازا كحله، عنده لكازا كحله الكسوه ديالو كحله.
المهم الخوت جيني كورس غناخد جوج الخيول من اصل هاد السبعة ديال الخيل، جوج ديال الخيول غناخدهم، الديسات وغناخد الخمسة لا غير. لا عجبكم اخوت الكاتورز والتيس والأونز والناف والسات، ما نزيدكم غير التوفيق، فقط سانك وغادي نخرج عن الخيول الاخرى. هذا كانتي خايب، دوزيام بروف غيكون خايب، تيسات و سانك. غادي ناخد كوين هوب الرقم ثلاثة، العود اللي في التيليسي، وناخد العود اللي عنده 60 كيلو البرومير هونديكاب الرقم واحد، وغادي صافي الان و الطروة و السانك هما اللي غنهزهم انا من هنا، وغنمشي مباشرة عند لي كرون نيميرو. غناخد التيزويت وقلنا التيسات وقلنا وناخدو التسايز وناخدو الكنز وناخدو دوز هيستوري شوب رونالد توماس، وغناخدو ديستان دي بوا رقم 13. قلنا التيزويت والتيسات والسايز والكنز والتريس والدوز، ستة ديال الخيول مع الاه والطروا والسانك، تسعود ديال الخيول. وغادي نحاولو نقصو، الطريقة اللي غنقصو بها هو البوا، هو البوا الاخوان، يعني دي سات دي سويت غيطلع فيهم عود، والدوز والتريس فيهم عود، مع الكنز ومع السايس هنا قللنا، ما تلاقيوش دوز تريز وما تلاقيوش دي سات دي زويت، قللنا زين الكنز وزين السايس. وغادي نمشيو عند الان والطروا والسانك، الطروا والسانك تا هما ما غيتلاقاوش، يعني طريقه سهله، وخذوا لاباز وبون شونس الخوت. نقدر نقص لكم عود من هنايا، ربما عود خصو يتحيد من هنا، بغينا نخليه غير 8، نحيدو نخليه غير 8. قلنا دي تيزويت و دي سات و سايز و الكنز و التريز و الدوز. غادي نتاكدوا من هاد التريس دي ستان دي بوات، عودة عندها 9 سنوات، ركب لي هاد لي كوفر هاد العودة هادا في الكومبيين في 21 في التيران اللورد، ما دار فيه والو، وفي في البون سوبل كاتيجوري مشى فيها شوية عالية، كان دار 8 بلاس، 8 بلاس، وعندو في 19,000 أورو كانيو. غادي نشوفو آخر كورسة في تيران اللورد، في 59 كيلو، مشى غير 17، مشى مع بايلاغان. اتونسيو اتونسيو، ما نقدرش نقتل اخوتي شي عاود هنا، هنا 8 ايام، كان مشى في 25,000 أورو، ريفيرونس 28، ديستان دي بوا ما نقدرش نقتلو، غادي نخليه، ممكن دوز يخسر، ممكن دوز يخسر الخوت، ممكن دوز يخسر. اتونسيون 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 الخوت، رقم واحد الخوت بروميير هانديكاب، يقدر يبان عنده فقط شي 4 الكورسات ولا هادي 4 ديال لي كورس، جاي بروميير هانديكاب، عنده الكومبين 7 ايام. نشوفو جاري في لا كونديسيون، جاري مع كانت عنده عامين، كان دار نو بلاسي، كان دار تقريبا
لا كازاكية هذه اللي عنده تنظن، كان هذا العود كان دار دوزيام، ولكن كانوا كوري، كانوا ايكوري وتنظن وقيل ايكوري. غادي نشوفوا هذا العود اللي دار دوزيام لاكازاك ديالو. كان كوري، كانت هذا ديال الايكوري ديال نورماند بيرسونغ. نشوفوا هو ديال من كان. جيفن هيرنون هو لونترينور. تا هو كانوا ايكوري، كانوا ايكوري. وانا غنرشح الان، نرشح الرقم واحد، نرشح الواحد. المهم الخوت، هذه هي تقريبا البرونوستيك ديالي. غنحيدو الرقم 12 الخوت، نحيدوه. و 17 18 يطلع فيهم واحد. الا عندكم 17 سوليد حيدو 18، ولا لقيتو لا باز لقيتو رشو تداك الدوز. المهم حنا قربنا الكورسة، و غادي نمشيو للكورسة ديال رقم 3 والرقم 14. تنتمنى الكورسة تكون عندنا. الكورسة ما عندناش، ولكن غادي نحاول ندخل ليها، نحاول ندخل ليها الخوت. ديال الرقم فرانس، فرانس غالوب، تفرجوا فيها الخوت. نحاول نقص من الفيديو لو الكوبي رايت، الكومبين، الكومبين. نحاول نرجعوا الخوت، نحاول نرجعوا نمشيو للكومبين. هذا هو الكومبين ديال اليوم الغد. كورس نافيام، كورس نافيام، كورس دي زويت بارتو. وكنتمنى الخوت، نتمنى شي جوج الخيول في البرونوستيك ديالنا ما يجريوش. هذا ما كانت، نتمنى شي جوج ديال الخيول في البرونوستيك ديالنا يكونوا بارتو. غادي نقلبوا على الكورس اللي كنضربها غانيو. هاد العود ديال الرقم 3 هي هادي غانيو. نحاولو نقصو من الفيديو. هي هادي كنجرى معاها الليلي، امريكان ليلي. Et voilà, c'est parti pour notre 8e et dernier. ما بغيتش الخوت، نحاولو ما بغيتش هاد سميتو، كنعتذر الخوت هاد الروتار شويه على ود الكوبي رايت. Et voilà, c'est parti pour notre 8e et dernière course aujourd'hui à Compiègne. Le prix de l'un. L'impératrice Eugénie, nouveau handicap qui s'adresse à des 3 ans, 2000 mètres à parcourir. Parmi les concurrents qui sont bien élancés, on a American Lily le long de la corde qui est très bien parti à l'image du numéro 3, Arctic Sun. On voit à l'extérieur un mouvement de Bene Bene, le numéro 6, monté par Sébastien Maillot. Également en dehors, Queen Hope maintenant qui refait un peu de terrain, lancé par Pierre Bazir et complet. L'extérieur, Sinuaria, le numéro 10, qui est lancé par Christiane Desmureaux, alors que la favorite, Miss Lara, tente de se faufiler le long de la corde. Il reste environ 200 mètres à parcourir, et c'est pour l'instant au centre, Queen Hope, Last, qui a l'avantage, avec à l'extérieur, Sinuaria, qui tente de refaire un petit peu de terrain, et voilà, le long de la corde, Miss Lara maintenant, qui termine très vite avec Pierre-Charles Boudot, mais c'est Queen Hope, Last, qui va s'imposer la deuxième place pour le numéro 4, Miss Lara, la troisième place, peut-être, conservée par le numéro 10, Sinuaria. Et oui, Queen Hope qui s'impose avec Pierre Bazir, entraînement de Sergio Chikomeyashi, la Kazakh de Patrick Barbe. المهم الخوت كيما شفتو، طروا غانيو والكاتورز جا اونزيام مع 11 عاود جاو الاخر. ولكن ممكن هادشي اللي كاين الخوت. وتسناو الكوارتي بعد قليل الخوت، ومع السلامة.